ايه اصير احسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي. ايه اصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ايه اصير احسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي. ايه اصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف انا ماشي وقلبي شايف التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسام واقف. ايه اصير احسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا اكون. ايه اصير احسن فلا قال وقيل يغير بقليل انا بالي طويل. ايه اصير احسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا اكون. احسن فلا قال وقيل يغير بقليل انا بالي طويل. ماني خايف ولاني واقف انا ماشي وقلبي شايف التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسام واقف. اصير احسن فكم غيري وصار تمسك بالامل وسموه البطل. ايه اصير احسن ولو عندي هموم سمو فيها غيوم وعاليها النجوم. ايه اصير احسن فكم غيري وصار تمسك بالامل وسموه البطل. ايه اصير احسن ولو عندي هموم سمو فيها غيوم وعاليها النجوم. ايه اصير احسن اصير احسن اصير احسن. ايه اصير احسن اصير احسن اصير احسن. ايه اصير احسن اصير احسن اصير احسن. ايه اصير احسن اصير احسن واقسام واقف. ايه اصير واقف انا ماشي اصير احسن. ايه اصير احسن اصير احسن.2022 عام جديد وفقنا ربي ولحقنا له والحمد لله. بعد ما مر علينا 2021 بسرعة البرق مدي معاه كل أحداثه واللي دخلت هذا الوقت ضمن كتاب الذكريات. سبحان الله العام يجوز ويجري وإحنا نكبر معاه، وما بين عام وعام الكل فينا بدون استثناء تتغير فيه حاجة حب ولا كره، يتغير فيه رقم عمره. كل ما يجوز عام كل ما يزيد برقم إضافي العمر تاعه، ولكن هل يرضيك أنك ما بين عام وعام يتغير فيك فقط رقم العمر تاعك؟ يعني مستواك هو هو، ظروفك هي هي، تركيزك بقى على نفس المشاكل، روتينك ما تبدلش، عاداتك ما تغيروش، نمط التفكير تاعك بقى مجمد، يعني حاجة ما تكسره. هل يرضيك أنك لما تطلع له
2016 2017 2018 19 20 21 تلقاي أرقام عمرك فقط لتبدلوا، يعني ما درتي والو، ما تعلمتي لغة جديدة، ما حفظتي نصف المصحف، ما حفظتي صورة واحدة على الأقل، ما قريتي كتب، ما اكتسبتي مهارة ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة، ما غيرتي من طبيعتك السيئة، ما دخلتي لروتينك عادات ناجحة، ما اهتميتي بوزنك، ما اعتنيتي بجسمك، ما خطيتي تحديات، ما نجحتي فيهم ولا خسرتي، يعني طول هذه الفترة. شوفي، إذا كانت الإجابة تاعك بنعم أو لا، فهذا شيء ما يهمش لأنه صار ماضي. ولكن من قوة جاز العوام يجروا، كيرانا حاسين أنهم غير له البارح كنا في 2017، فوقتاش جاز 2018 19 20 21. والمصيبة الأعظم أنك راح تسألي هذا السؤال نفسه وتقولي أنا ما فهمت كيفاش جازت 2022 24 و25 و23. إذا حياك ربي، يعني نعم، لأن الوقت يجري يجري لدرجة تركيزنا احنا ما يلحقوش. فمنا 26، يعني منا 2026، هل ترضاي لنفسك أنك تطرحي هذا السؤال وتقولي جازوا يجروا وأنا ما درت والو؟ ها، أكيد الآن تستصعبيها وتقولي يوم من الخمس سنين زعما ما حاش نتبدل. صدقيني راح تطرحي هذا السؤال نفسه إذا ما غيرتيش نظرتك للوقت وأهميته، وإذا ما خططتيش لكل عام حياتك ما راحش تعرفي وش لازم عليك تديري ولا وين حابة صح تلحقي على أرض الواقع. ما راح تعرفي وقتاش تكوني اكتسبتي لغة جديدة، ولا وقتاش تقدري تحفظي قرآن، ولا شحال من كتاب منا خمس سنين راح تقراي، ولا شحال من مهارة راح تكتسبيها، وممكن حتى وش من مشروع يناسبك حسب المهارات اللي راح تكتسبيها. وخلي وخلي منا على خمس سنين. لهذا أنا اليوم وإحنا نبدأ في عام 2022 أدعوكي باش تشدي ورقة وقلم، وياريت يكون كراس ماشي ورقة، تكتبي وين حابة تلحقي صراحة، واش حابة تديري، وكيفاش راح تصيري بعد خمس سنوات من هذا التاريخ، يعني نهاية ديسمبر 2026. واش تكوني حققتي على المستوى الثقافي، على المستوى الصحي، الديني، المادي، الأسري، المهني؟ يعني راهم خمس سنوات بين يديك، إياك يجوز عليك وتلقاي روحك مثل نهاية 2021 وتقولي 2018 كم حسيت لهاش، 2019 بعد ما فهمت كا كيفاش جازت، وراهي 2020 واش درت فيها، ولا 2020 ما فهمتش أنا كيفاش طارت. لازم تروحي بعيد، وباش تروحي بعيد ابداي غير بوش كاين قدامك واللي هي 2022، ابداي بيها. فسباق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، خطوة فقط، وخطوتك الحقيقية الآن إذا صح حابة في 2026 تقولي درت حاجة، خطوتك الحقيقية الآن هي هديك الورقة والقلم أو الكراس الجميل اللي شريتيه وزينتيه وبديتي تكتبي ليه أحلامك، واللي قسمتيها ورجعتيها أهداف، من بعد قسمتيها ورجعتيها هدف واحد، زدتي قسمتي رجعتيه أعمال، ثم عمل واحد، ثم التطبيق، وهذاك التطبيق بديتيه بأسبوع واحد، وكل أسبوع تشطبي على أعمالك اللي قمتي بيها. وبعد ستة أشهر راح تفرحي بروحك، وبعد عام راح تفتخري بروحك، وبعد عامين وخمس سنوات راح ترتقي إلى مستوى أنت شخصيا ما كنتيش تحلمي أنك تقدري تلحقي له، بعد ما اكتشفتي فيك هذوك المواهب اللي خلاوك أهدافك توصلي لها. نعطيك سر اكتشفته أنا منذ عامين، وليت كل بداية عام جديد نصيغ من راسي، أنا ما نديهش منه ولا من، نصيغه من راسي مبدأ نسير عليه طول العام، وطبعا هذاك المبدأ يكون يناسب أهدافي أنا، وكل ما نتكاسل ولا نتعب ولا نكره راح نقراه يعطيني طاقة رهيبة انكرويابل باش نداوم على واش راني ندير. أعطيك مبدأ اللي استخدمته في 2020، كان يقول لا يهم إن كانت خطواتك بطيئة، المهم ألا تتوقف. وصح، لما مشيت عليه وكنت كل ما نعيه ونحبس نعود نقرأ نعود
نتشجع ونقول معليش إذا كانت خطواتك بطيئة، معليش المهم ما تحبسيش، كملي كملي كملي. وهذا شجعني بزاف. وفي 2021 درت مبدأ واحد آخر، واللي كان يقول خلي بصمتك تميزك عن غيرك، وهذا كان دافع قوي أني أرتقي إلى النوعية، يعني حتى في نوعية الفيديوهات اللي نقدمها، حتى في نوعية الكتب اللي نقراها، حتى في نوعية تفكيري أنا، يا كان بزاف يساعدني هذا المبدأ. أما 2022 قررت، يعني بعد ما بحثت بزاف، قررت حسب احتياجاتي أنا أنه يكون المبدأ اللي راح نسير عليه هذا العام هو أني أصير أحسن بإذن الله، فيش حال من حاجة. وهذا زاد لي تخطيط جديد، واللي هو قررت من خلاله أنه كل شهر أحسن عادة من عاداتي، أو أكتسب عادة من العادات الناجحة اللي هي بدورها تقودني إلى النجاح. ماذا عن مبدأك أنت؟ بديت ايه اصير احسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. ايه اصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، انا ماشي وقلبي شايف التحدي ادواه عندي، حتى لو بصعب واقسام واقف. دلالي لا